المباراة. كرة تعود من جديد. شوف التكت، شوف اسماعيل، شوف القتالية، شوف التمريرة خطرة. الله الله لا يفقدون الوصافة. نعم لا يفقدون الوصافة، هكذا هو شعارهم في هذه المباراة. اسماعيل كلما تقدم في العمر كلما أذاق كل فريق المر. نعم اسماعيل كلما تقدم في العمر كلما أذاق الفرق كل المر. الله على تمريرة، الله على قتال، الله على روح، الله على سمعة، الله على تمريرة، الله على نهاية نهاية. فابيو مارتينيز إذن يسجل أول أهداف العنابي في الوقت بدل الضايع. نعم كنا نقول دقائق مجنونة في الشوط الثاني. لا 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 لله الحمد بشكل كبير، ونأمل إن شاء الله أن يديم الصحة والعافية. هنا خربين، محاولة الله قوية، جول جول منصور الحربي. إذن منصور الحربي يسجل الهدف الثاني للعنابي الآن ليتقدم. لا نفقد الوصافة، هكذا هو شعار العنابي في هذه المباراة، لن نفقد الوصافة. نعم سنبقى وصيفين للدوري، مقتربين من متزعم الدوري العيناوي. نعم هكذا. الله على اسماعيل، الله على اسماعيل، شو اللي يسويه؟ ولكن خريبين يسدد وعلى طول في المرمى منصور الحربي. شوف كعب اسماعيل، بس عينك على كعب اسماعيل الخريبين، وعينك على التسديده. الله على تسديده قويه جدا تصدى لها الحسني، وبعد ذلك ايضا سجل منصور الحربي الهدف الثاني. نعم كره قويه، كره قويه جدا، كره قويه يحسب ايضا لعلي الحسني تصديه، ولكن اين هنا محاولة لا خطيرة هذه. واو خطرة، جول افرح يا ابو ثاني. يسجل الان العنابي الهدف الثالث، يقبض على المباراة تماما بثلاثية بثلاثية، اخر ثلاثية ايضا كانت في الموسم الماضي هناك في استاد راشد بن سعيد في عجمان عندما فاز الوحدة بثلاثة اهداف الى شيء. الان العنابي ينجح بتسجيل الهدف الثالث عن طريق هداف الفريق جواو بيدرو. جواو بيدرو شوف المرور. الله يا اسماعيل، الله يا اسماعيل، الله يا اسماعيل، هذا خامس اسيست لاسماعيل مطر في مرمى عجمان. هيئها لجواو بيدرو، وجواو على طول ينفرد من امام وليد اليماحي. شوف كيف يعني، شوف كيف مر من امام وليد اليماحي ووضعها في المرمى. اذا الوحده يختم تماما